محطتنا الأولى لليوم رح نطرق فيها أبواب عالم الطفولة، نتعرف على طرائق التدريس الحديثة مع الأنسة علا الرفاعي المسؤولة عن دورات المفكر الصغير والأنسة سمر شقير الإخصائية بمهارات التفكير. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير علا، صباح الخير سمر. بداية نحكي عن دورات المونتيسوري بشكل عام قبل ما نفوت بالتفاصيل ونحكي عن الدورة هيدي. تمام. هلا دورات المونتيسوري كتير هي بتفعل التعلم الحسي عن طريق الحواس، ما عنا أي شيء مجرد، ما عنا صور، كله أدوات بين إيديه رح يشتغل فيها عشان يتعلم. رح نحكي شوي عن ماريا مونتيسوري اللي هي أسست هذا المنهج. ماريا مونتيسوري هي طبيبة إيطالية، هي أول من اتبعت التعليم بطرقها مع الأطفال. من خلال هي ممارساتها مع الأطفال استنتجت أنه الأطفال ما سبب المشاكل تبعاتهم طبية وإنما تعليمية، لأنه ما كان في أسس علمية بالتعليم. فهي من خلال مشاركاتها مع الأطفال والتجربة والملاحظة اكتشفت أنه الطفل عن طريق الحواس هو رح يتعلم كتير أشياء رهيبة، ورح تعرفنا يعني عرفتنا عن منهج المونتيسوري. تماما. تمام. سيدة سمر، يعني اليوم في عنوان كتير ملفت للنظر هو المفكر الصغير، عم تقوموا ببعض الدورات فيما يتعلق بالأطفال، خبرينا أكثر عنها. نحن عم نشجع على شيء اسمه مهارات التفكير عند الطفل. فأنا في وسائل معينة نحن عم نتبعها ونشتغل عليها لنطور هي المهارة عند الطفل، بتأدي لتعزيز ثقته بنفسه، قوة التركيز، الانضباط، تحدي السرعة، الانضباط أثناء أي عمل عم يقوم فيه للطفل. فأنا كتير بيهمني قصة التركيز، تقوية الذاكرة عند الطفل. في ألعاب نحن معينة عم نشتغل عليها ليساعد على الانتباه، التركيز، الانضباط عند الأطفال. يمكن هي أهم نقطة، الانتباه والانضباط. يعني دائما الطفل بتلاقيه مشتت بشيء تاني، يعني ما بيكون تركيزه كتير كبير بالدراسة، وعبر هالمهارات اللي عم تخلي الطفل يكتسبها من هو صغير رح يساعده أكتر بتحصيله العلمي. أنت لما عم تعطيه المهارة عم يتفوق على المدربة. يعني نحن مثلا لما نعطيه مكعب الروبيك، لما عم نعطيه حلة، نحن بنبدأ بحلة عم تاخد معه مثلا دقيقة، دقيقة ونص، وصلوا الطلاب ل 25 ثانية بحلة. انت ما بتقدري تشوفي منظر الأطفال، إيدين الأطفال كيف عم تشتغل عليه وتحلها. حلو. يعني دائما علا في أساليب معينة بنلجأ لها خلي الطفل يقدر يكتسب المهارة بشكل سريع، ويكون حتى لو ما في سرعة بديهة في أسلوب معين تخلي عنده سرعة البديهة. تفضل احكي لنا عنه. تمام. هلا نحن الشيء اللي حيسرع تركيز المفهوم عند الطفل هو انه يشتغل بإيدي، انه يمسك الادوات بايديه، يتلمسها، يحس فيها. هي ادوات المونتيسوري عديده رح تنمي له مهاراته، ان كان حواس، ان كان تنميه قدرات العقل، الانضباط. في كثير كثير اشياء بتنميها ادوات المونتيسوري، حتكون هي جذابه ومثيره له، فهي ما رح تخليه مشتت الانتباه. فهو كل تركيزه حيكون على هي الاداه، لانه هي شيء جديد عليه وعم يتلمس بايديه وعم يشتغل فيها ويفق شو بدها تعلمه موجهه الاطفال تبعه. خلينا نتعرف شوية شو هن الأدوات يمكن اللي عم تدربوا فيها هالمهارات وبتخلوا الطفل يتلمس بأيديه. شو أهم الأدوات والوسائل؟ عندنا مكعب الروبيك، أكيد معظم الأطفال صارت شايفته وعم تشتغل عليه، والأهل حتى صار عنده روح هي القصة إنه أنا لا بدي ابني يتعلم. عندنا الماستر مورفيكس، هو هرمي كمان بنفس الطريقة، هو بيعتمد على الخوارزميات. يعني نحن في الخوارزميات بيمشي عليها، بيشتغل عليها تلقائيا، بتصير باللا شعور الطفل ما عاد بيحكي هي الخوارزميات لحتى يحل المكعب او الهرم، لا خلص صارت باللا شعور عنده مباشره بيحل سواء المورفكس ولا الروبيك. عندنا في هون برج التحدي بيقوم ببناء الاطفال، نعطي اوقات لفريقين بيبنوا البرج، بعد طريقه بنائه نعطي ارقام للاطفال يسحبونا الرقم الموجود، بحيث انه هو يضل محافظ على البرج الموجود
امام، يعني انا بدي ضل هو محافظ على التركيز، فهي بتساعده على التركيز وانضباط، ما يكون عنده تشتت ولا اي شيء، لا بده يصير عنده انضباط، هدوء للطفل. هي القصص كثير عم تساعده. في عندنا هون بال SDMAS حساب الذهني ارقام، نحن ارتبط الارقام بالوان. نعم. فالطفل ما عاد صار انه يحفظ بس واحد اثنين، لا عنا صار رمادي. تمام. زهر، برتقالي. فانا عم بعطيه الالوان، هو مجرد ما اعطيته انا الارقام هو بيعطيني رقم. عنا الكؤوس السبيد ستاك للاطفال، في سرعه بطريقه الكؤوس هن 12 كأس، في اليه بيشتغل عليها الطفل خلال دقيقتين بتطبيقه بفرد الكاسات. نعم، يعني عم نشوف ايضا برنامج تاسيسي. أي. لليفل، هون في ليفل زيرو وليفل 1، يعني مراحل معينه، هذا شو بيفيد ولاي مرحله واصلين فيه؟ هلا تقريبا نحن التاسيسي وعن المستوى الاول، وان شاء الله ننتظر المستوى الثاني. هلا هذا التاسيسي بيعتمد على مهاره الاصابع، يلي بيميزه عن الحساب الذهني الاخر العداد الياباني. انه بيماشي المناهج الدراسيه، يعني ضرب عددين بعضهم. حلو. تمام. عن طريق الاصابع، طريقه الاصابع. وبيجري عمليات حسابيه مطوله، ممكن تكون 6-7 عمليات حسابيه خلال ثواني الطفل ممكن يحلها. اذا بنشوف هدول الصور يلي بالكتاب بالبرنامج تأسيسي، قديش يعني بالفعل هيك أساليب ووسائل بتكون عمل جذب للطفل؟ طبعا أكيد، يعني خصوصي لأطفالنا، نحن لازم نرفع من هاي السوية اللي عندهم، نشتغل عليهم. وبجد يعني الطفل السوري أثبت وين ما كان وين ما راح بتفوقه، دائما عم يكون بأي مكان هو فيه، فعم يكون الطفل السوري هو الأول الحمد لله. يعني رغم الصعوبات كل اللي واجهناها نحن، فعم يبقى الضوء الأكبر للطفل السوري. تماما. وايضا يمكن في هالاساليب الجديده اللي عم يتم تطبيقها، يمكن عم تلقى ارتياح كمان من الاهل. تمام. يعني الاهل حتى عم بيكونوا فرحانين اكثر باولادهم، كيف عم يكون في عندهم سرعه بديهه. تمام. سرعه بالتنفيذ. تمام. طريقه تفكيرهم تغيرت. قديش عم تلبسوا هالشيء مع الاهل؟ لا، هو كان هذا الشيء النوادي الصيفيه بالنسبه للاهل كانت شيء ثانويه. هلا لا، اساسيه صارت. تمام. يعني بالاولويات علا، يعني خلينا ايضا نحكي عن غير الاساليب. تفضلي، شو في شغلات جديده فيكم تقدموها انتم للطفل ليظهر ابداعه وابتكاره، وفي حال وجدتي طفل مثلا عنده شوي بطء بانه يقدر يحرك هدول الشغلات اللي قلتوا عنهم، بيختلف عن رفقاته، كيف بتخلي يوصل للمستوى اللي رفقاته واصلين له؟ تفضلي علا. تمام. هلا اهم شيء للطفل نحن ما قارنه بغيره. ونحن المونتيسوري بيعتمد على التعليم الفردي، يعني انا بوصل قلت يعني كل طفل وين قدراته بتوديه، انا بروح معه، ما بينظلم بقدرات غيره. يعني نحن المونتيسوري تعليم فردي، ممكن نجمع بين 3 سنين ل6 سنين سوا. اما التعليم التقليدي هو عماله يكون صفوف كJ1 كJ2، يعني مخصصين. عندنا صار حريه للطفل بالتحرك، زدنا له تطور الانضباط، تطور الفكري العاطفي الاجتماعي من خلال هي البيئه اللي عم نهيئ له اياها. وطبعا نحن ردات فعل الاهل كثير عم تكون منيحه، لانه الاهل يعني عم يشوفوا اولادهم مبسوطين، تعليم فعال عم يكون. قديش بتطلب كمان من المدرب يكون في طرق تفاعليه اكثر بينه وبين كتير. الطفل؟ لازم يكون عنده طوله بال، هداوه، يتحمل هذا الطفل شو ما طلع معه، نمشي معه لوين قدراته بتاخده. تماما. يعني حتى نحن ليش لحتى نحكم على الطفل انه مثلا ما يتعلم ضربه اسمه الا لا يوصل للصف الثاني؟ نحن لا، لو بعمر 5 سنين 6 سنين من خلال هاي الادوات بنعلمه مفاهيم كثيره، يعني هو اوسع من اي برنامج، يعني هو على نطاق واسع بيتعلم عن التاريخ، عن الجغرافيا، عن الفلك، عن العلوم كلياتها من خلال هاي الوسائل الحسيه، يعني عم يمسكها حتى بإيده. ممكن هو انصحه ليعطيكي افكار، يعني حتى في الاوقات هو بيعطينا الافكار ممكن نشتغل عليها ونطورها، لما بمهارات التفكير. لما انت تطوري مهارة التفكير لدى الطفل، فبالتالي هو عم يعطيك شيء إضافي إبداعي. تمام. في شيء حدا يمكن من الأطفال لفت لكم نظركم أكثر، في شيء يمكن أضاف لكم إياه شيء طفل؟
أكيد ما في دورة بتمر معنا إلا كل طفل ممكن يضيف قصة، يعني حتى نحن ممكن خوارزميات نحن بنشتغل عليها فهي القصة نحن ثابتة عنا، لا في أطفال بيجيبوا لك شيء جديد إنه لا أنا طلعت معي هي القصة بطريقة مختلفة أسهل. بتكون أسهل وبقدر أنا آخذها وبحدد إنه هذا طفل عطاني إياها وطلعت بالنسبة له أسهل. تمام. بالعكس نحن بنشجع هي الأمور مشان أنا أطلق الإبداع عند الطفل. هلا ذكرتي حضرتك إنه في أطفال بتعطيها أنت خلينا نقول المبادئ طبعاً. بعدين بتحسيها تفوقت وابدعت. أكيد. أكيد. دائما بيجي اطفال اهاليهم بيبعتوهم عندهم مشكله معينه كثير ذكايا عم يقدروا يحسبوا كثير شكل صح، بس عندهم مشكله معينه بشغلات تانية خلينا نقول بالسرعه، خلينا نقول بالانطواء لحالهم، كثير بيحبوا يكونوا لحالهم، ممكن يلعبوا لحالهم. فقديش المونتيسوري بهيدا الدورات ايضا بتلتفت لهدول القصص لتقدر تخلي الأطفال ضمن جماعة يقدروا، يعني كمان هي شغلة نفسية غير أنه هي تطور أكيد. اجتماعي فضل. وعاطفي ونفسي بيتعلم هو كيف يصير عنده قدرة لحل مشاكله. نبعد نحن عن العزلة، هلأ نحن بالمونتيسوري صح بيعتمد على التعليم الفردي ولكن عنا ألعاب جماعية بتعزز روح التعاون مساعدة بعضهم، أما نحن كثير عم نبتعد عن أنه يكون روح التنافس، ما في تنافس، كلياتنا بدنا نساعد بعض، كلياتنا بدنا ننجح. تمام. فهذا الشيء بنمي عند الطفل أنه هو يعاون غيره، يعني تساعده. تماماً. ما عاد صار في أنانية، صار يحب التعاون، إنه أنا تفوقت على رفيقتي، في تنافس بس على جماعة، أطر جماعية. تماماً. من أي عمر ممكن تبلش المهارات تكتسب؟ من 3 سنين فينا نبدأ مع الأطفال بتعليم أي مهارة، وللأعمار الكبيرة المونتيسوري لل 18 سنة حتى. وايضا يمكن هذا الموضوع يفضل يتم دراسته انه يدخل ضمن المدارس، يعني مو بس يعتمد طبعاً طبعاً على النوادي أكيد. الصيفيه قديش هالموضوع ممكن تشتغلوا عليه؟ نحن يا ريت نفعل هذا الشيء ان شاء الله بالمدارس عن قريب، يعني هلا بلشوا شوي ان شاء الله بسوريا يعني ينتشر المونتيسوري، نفعل اي شيء بده يتعلمه الطفل عن طريق هي الادوات، مو صور مجرده تكون على السبوره والقاء وتلقين واستماع. هو هلا بلش المناهج الدراسيه يعني انه كله صار تعليم جماعي تعاوني مجموعات، فهذا الشيء يعني بدا بالمدارس. خلينا اذا ناخذ من اللي على الطاوله يعني نعرف كيف بتبلشوا مع الطفل، شو الخوارزميات اللي بتقدر تحكي عنها؟ نحن اول شيء بنفهم الطفل انه انا عندي فوق اسفل عندي يمين عندي يسار وعندي امام. فانا اخذ هدول الطفل عندي يمين عندي يمين معكوس عندي فوق عندي فوق معكوس عندي اسفل عندي اسفل معكوس وعندي يسار بنفس الطريقه. فانا بتبع اول شيء عندنا 3 طبقات بالمكعب، كل طبقه لها خوارزميات. فنحن حنبدا بالطبقه الاولى نحلها، انا بدي شكل له اشاره الزائد للطفل لحتى يقدر يبلش فيها. خلينا هلا الاطفال ممكن يشوفوني يقولوا لا نحن اسرع من المدربه اكيد، بس هن مالهم معنا على الهواء. اكيد عم يتابعونا الاهالي وعم يشوفوا. اكيد تمام. فنحن هلا نحن شكلنا الاشاره الزائد، بنعمل نحن على الامتدادات للمكعب هلا صار نحن عندنا الامتدادات جاهزه وعندنا الاشاره الزائد، عندنا الزوايا بنشتغل عليها والخوارزميات يمين اسفل. فهي اهالي اللي بتحب اطفالها تكون عندهم هي الملكه حلو. التركيز الانتباه سرعه التحدي السرعه، بيبدا الطفل بدقيقتين وب3 دقائق بينتهي ب25 ثانية. في الاهالي انه يعني كثير نحن وصلنا لمرحله كثير رائعه بطفلنا. قديش هذا الشيء عم يعزز لهم ثقتهم بنفسهم؟ تمام. بدايه للطفل وايضا التحصيل العلمي. تمام. يعني هلا بينعكس على تحصيله العلمي. تمام. هلا على الدول المتقدمه صارت عندهم اياها المكعب الروبيك، انه قبل ما يبدوا اي حصه درسيه لازم يحلوا المكعب قبل ذهني تنشيط ذاكره، وصار عنده تركيز مع المدرس فبيحل المكعب بعدين ببلشوا الحصص الدرسيه. تمام. لا وصار عنده تركيز وانتباهه مع المدرس هو، فبياخذوا هي الحصه انه يحل المكعب خلال ثواني وببلشوا حصصهم الدرسيه. ان شاء الله نحن بدنا نوصل لهي، نوصل لاكثر يا رب ان شاء الله. علا يعني ما بعرف يمكن الالوان اللي اخترتوها انتم بتشد الاطفال، احيانا ما بيحبوا يحسبوا على الورقه والقلم. تمام. فعن طريق الالعاب ممكن يقدروا يتعلموا بنفس الوقت يلعبوا. تمام. كيف عم بتلاقي التفاعل تبع الاطفال؟
كتير تفاعل كبير، ما بدهم يتركوا الأداة من إيدهم نهائيا، صار عندهم كتير حب لحتى جاي على النادي أو للكورس أو حتى يفعلوا هذا الشيء. نحن حتى كمهارات تفكير ببرنامج المفكر الصغير، هي طبعا للكورت العالمي لإدوارد دي بونو، منعلم الأطفال مهارات تفكير لحتى يطلعوا بوعي تام من الطرق المألوفة بالتفكير، ننمي لهم طرق تفكيرهم نحو الإبداع، نحو التركيز، لحل المشكلات حتى. وهي من الأشياء الجديدة كمان يلي عم نعالج فيها أفكار أطفالنا بالشام وبسوريا. تعلم التفكير الناقد، التفكير الصحيح، أنا إذا وضعته بمشكلة يقدر يحل الطفل، حتى يمكن ممكن تتغير طريقة معاملته مع زملائه، مع تمام. رفقاته تماما، اختلاف مع أخواته بالبيت ممكن تمام. هذا الشيء بيخبروكن عنه الأهل؟ طبعا لما تواصل. تمام، هلا طبعا في تواصل عم يكون مع الاهل، لازم هذا الشيء لانه نحن نقدر نوصل لنفسيه شو عنده. قد يكون عنده مشكله بالبيت، ممكن هو عن طريق المعلم او المدرب انه نحن نحل له اياها. طبعا مهارات التفكير كثير بتساعد بالحياه اليوميه الطفل يمارسها يصير احسن، يقدر يحل مشكلاته ببساطه دون ما انه يلجا للعصبيه لردات هي الفعل القويه اللي كثير نحن بنواجهها مع الاطفال. وهي عم تكون دائما العلاجات للاطفال هي علاجية. بالنوادي الصيفيه عم تكون علاجات لهم عن طريق المهارات، سواء مهارات التفكير او المونتسوري بشكل عام، عم تكون اقرب للطفل اني انا احل له اياها، شوف وين مشكلته. ممكن تكون مثلا بين اقرانه برفقاته بين المدرسه، سواء اخواته بالبيت، انه هو بده يطلع بشيء جديد، انه انا عندي شيء جديد بدي اقدم لكم اياه. حلو. يعني بختام حديثنا معكم رح نتوجه لكل حدا بكلمه منك علا، بدايه لكل اللي عم يتابعنا من الأهالي، بعدين رح ناخذ منك كلمة. أنسة سمار تفضلي. أنا بنوه لأهمية يحطوا أولادهم بالمكان الصح، يكون فيها تعليم فعال، حتى نحن بالبيت تشتغل الأم مع أولادها، ما نتركهم نهائيا، نحطهم بأماكن صح فيها تعليم فعال بعيدا عن طرق التعليم التقليدية. هلأ عنا كتير أشياء حديثة مثل ما تحدثت الأنسة سمار، إن كان السبيد كابس، الروبيك، مستر مورفيكس، إن كان مونتيسوري، مفكر، كل هاي الأشياء عم تنمي الإبداع عند الطفل تماما. فنحن لازم نحط أولادنا بالمكان الصح لأنه هي مسؤوليتنا بإذن الله إن شاء الله. أنا ما حضيف شيء كتير على الأنسة علا، بس اللي بدي ضيفه أنا أهم قصة عند الطفل إني أنا عزز له ثقته بنفسه. يعني هي أساس عند الطفل، فأنا متى ما عززت له ثقته بنفسه مباشرة بتبنى عنده الانتباه، التركيز. يعني هدول الثقة بالنفس هي بتساعد على التركيز، الانتباه، تقوية الإبداع، التحدي بالنسبة لزملائه. فرجيتونا أهم يمكن الوسائل والأساليب اللي عم بتم اتباعها بهالكورسات والدورات الصيفية. في اشياء جديده عم تم استقطابها، يعني عم تتابعوا دائما الاساليب الجديده يعني السبيد ستاك حديثه اول شيء ما تعرفنا عليها. السبيد ستاك هي عباره عن كؤوس فيها بده يمر فيها الطفل بكذا مرحله، يعني احنا ما حنحكي عليها بالتفصيل مشان ما نحرق اللعبه تمام. هي 12 كاس بده الطفل، وحصريا بدها تكون هي الكاسات لانه لها ميزات عده لحتى يقدر الطفل يشتغل فيها، فتح يعني اغلاق بآلية معينه تمام. يعني انا مو باي كاسات بقدر اشتغل فيها هي الطريقه. لها سرعه معينه ولها طرق كيفيه تطبيق الكاسات وفرد الكاسات. يعني هي المغزى بطريقه تطبيق، طريقه صفون تمام. آلية معينه، آلية معينة إلها. يعني هيك صفينا هون صح نحن؟ أي صفينا صح. لنشكر رامي اللي صفون. التطبيق هلا يعني ممكن أنا ساعدك به. نحن عنا طريقة مثلا بالكاسات بهيك طريقة. نحن بنطبق لها للطفل. بس هي آلية حتكون تساعده إن شاء الله بهي الدورات حاليا نحن عم نشتغل عليها. أول مرة وقعون؟ كثير. وأنا مو غلط إنه نحن بدنا نشتغل، بدها توقع معنا. يعني أنا بدي أعطي الطفل إنه نحن بده يصير معنا بعد مطبات تطبقوا فوق بعض. إيه بس يعني نحن بنبلش بثلاث كؤوس بنبلش فيها ثلاثة، فأنا تدريجيا برتفع مع الطفل. فآليا لحاله أنت بلشتي معه بشيء بسيط، لما بتطلع بيطلع معك بسرعة، بينطلق الإبداع عنده. يعني احنا دائما بنتمنى كل الاشياء الجديده والطرق العلميه والتدريسيه الحديثه تدخل لبلدنا أكيد لحتى يتم بناء جيل واعي وايضا مفكر صغير يصير كبير. شكرا كثير لوجودكم معنا وكل التوفيق لكم. شكرا. اكيد نشكركم علا سمر، ان شاء الله مثل ما قالت اريج دائما تكون مسيره التعليم عاليه بسوريا، وسوريا عندها اطفال وعندها شباب مبدعين. شكرا كثير لكم. شكرا.